النهارده دكتور علي قاسم، استاذ امراض القلب بجامعه سوهاج. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك دكتور. حضرتك ممكن تكلمنا عن اعراض النوبه القلبيه وازاي نتفاداها؟ الحقيقه النوبه القلبيه بتيجي في اشكال مختلفه ومتعدده، لكن نبدا قبل الاعراض الحقيقه اللي هم الناس اللي عندهم خطوره او قابليه لحدوث هذه النوبه، ودول اكتر ناس الحقيقه اللي هم ممكن يكونوا مدخنين، ممكن يكون عندهم زياده في الوزن، ممكن يكون عندهم ارتفاع في ضغط الدم او عندهم سكر. دول عرضه اكثر لوجود مشاكل في القلب والاوعيه الدمويه. الرجاله طبعا الى حد ما اكثر عرضه من السيدات، نظرا لوجود تغيرات هرمونيه قد تكون حاميه للمراه، ولكن ده بيحدث او هذا الفرق قد يكون الى قبل حدوث انقطاع الطمس، لكن بعد انقطاع الطمس قد تتساوى المراه مع الرجل في هذا النمط. لكن اهم ما يميز النوبه القلبيه الحقيقه هو وجود الام في الصدر، ودي من اهم الاعراض اللي قد يتعرض لها او يواجهها المريض اللي عنده نوبه قلبيه. ومش شرط ان يكون الالم ده في منطقه الصدر اليسرى، قد يكون في الاماميه، قد يكون في بعض الاحيان قد يكون مكان الالم نفسه ليس نمطي او ليس كلاسيكي. وبالتالي وجود عوامل خطر مع وجود اعراض تحدث للمريض قد تستدعي ان المريض طبعا يذهب للفحص والملاحظه. لكن قد يكون او امراض القلب قد تكون صامته، وعندنا الحقيقه وللاسف الشديد مرض ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم نسميه المرض القاتل الصامت، لانه قد لا يكون هناك اعراض. طب يبقى معنى كده اننا لازم يكون في نوع من الفحص الدوري وعدم الاهمال في المتابعه اذا كان المريض عنده اي مشاكل زي ارتفاع ضغط الدم. ايضا وجود كرشه نفس، خاصه اذا كانت هذه كرشه النفس حديثه، يعني ما كانش المريض بيشعر بها سابقا، وخاصه اذا كانت مرتبطه بالمجهود. وبالمناسبه اي عرض من هذه الاعراض سواء زياده في ضربات القلب او كرشه النفس او الم في الصدر ياتي بالمجهود، ده يشكل نوع من الخطورة شوية، يعني معناه انه غالبا السبب ليس سبب نفسي، انه قد يكون المريض اللي عنده حالة نفسية او خوف او جزع يجيله نهتة ويجيله ألم في صدره، لكن غالبا ما يبقاش مع المجهود. فوجود مجهود الحقيقة ده يلفت النظر لانه احنا لازم نبقى نحترس من انه احتمال يكون السبب اللي ادى له مرض عضوي في القلب. ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور، شرفتنا. شكرا.